حافظ الديار البطلة. السلام على العراق العظيم وعلى أبناء ثورة الوطن. رسالة نوجهها إلى كافة شباب الدوار في مناطق بغداد، مبادرة التصعيد السلمي على جميع الأخوة والأخوات الدوار في يوم 20/1 وبعد انتهاء مهلة الوطن، التوجه صباح يوم الاثنين إلى جميع التقاطعات الحيوية في مناطق بغداد، وسيتوجه ثوار ساحة التحرير لغرض الاعتصام على سريع محمد القاسم وقطعه. فقد تجاهلتنا الحكومة ولم تحقق مطالبنا، لا وبل استمرت مقتلنا وتعريضنا الى المخاطر رغم سلميتنا. مهلة الناصرية مهلة وطن بغداد تنتظر. بالروح بالدم نفديك يا عراق، بالروح بالدم نفديك يا عراق، بالروح بالدم نفديك يا عراق، بالدم نفديك يا عراق، بالروح بالدم نفديك يا عراق.